ديحة العليقة التي رآها موسى والتي تقال يوم الخميس. العليقة التي رآها يا زين البشرية روحي إلى
بالله وحملت الواحد من
اشفعينا بالطوبة يا أمي نلاضرة قبل أن يدنو الوقت علينا نستيقظ من غفلة الأيام ونهض من بعد توانية وأهيئ الزاد قبل السفر وأجهز للحمل مطية لتساعدني في أرضي قفرة بصلاة سيدة البشرية لأني عاجز وجهدي قليل وحملي يسكن عليا ويحن وقتي بسفر ورحيل ولا ليه يا شفيع إلا هي المسيحية التي الخلاص منها مشهور لجميع شعب المعبودية اتنجينا من كل شرور ومن الآفات الزمنية وتساعدنا في كل أمور وكل شعوب Yeah.
بلاد الحبر الوارث كنتمل في صداقية بإيمان صاحب ورجاء ثابت ومحبة حافظ غنمه من يد الدين ومن كل فئة شيطانية مطلع عنهم كل أمر غريب وجميع البدع الأريوسية راعي شعبه بلذ السلوك وتعليمه الروحانية هلمي يا رب كانوا طوب بعمر فسيح وطمانينة إرهاب بدعة من بالناموس وقوانين الشرطانية نحن معا معظم غبريان منسوب بمديح بالرباقية متوسل بشجاع وبا وسبق له الفضل علي كبادوك فخر الشجعان منسوب بالنسبة الأصلية مقدم كل الشجعان وزين كل الكبدوكي بصلو غروس مرتي كوكب شارك في الصبح باشو يسيب قروج وركي صاحب عزم ونجدوية واختم أول رتبنا في مديح بكري ونقية وكل مسيحي يجرأها تشفع دول محو كل خطية والعمر